طابت أوقاتكم. الوفد الكردي سيزور بغداد للقاء العبادي والمرجعية في النجف، برأيك هل سيصل إلى تفاهمات بشأن الاستفتاء معهما؟ مهند عبد الرزاق يقول مطالب الإخوة الكرد بإجراء الاستفتاء لن تتم في ظل الموقف الأخير للاتحاد الوطني والتغيير، فضلا عن المواقف الدولية، وكذلك يجب إزالة العوائق التي حلت دون تفعيل المادة 140 من الدستور. أما موقف الحكومة العراقية فسيؤكد ضرورة الحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية. ماهر محي الدين، إصرار الكرد على الاستفتاء في ظل الظروف الحالية معناه جر البلد على ما لا يحمد عقباه، وعليه من الحكمة تأجيل الموضوع إلى إشعار آخر، ولا يقلل من أهمية الزيارة مع وجود ملفات ساخنة وشائكة بحاجة إلى التواصل. سعد رؤوف، ما دامت هناك انتخابات على الأبواب فمن المؤكد أنه سيتم الاتفاق بين هذين الطرفين لتقاسم الكعكة والمتاجرة بأرواح المواطنين الذين سينتخبونهم كما في المرة السابقة. أما في تويتر، أياد القريش يقول انفصال أي منطقة عراقية سيتبعها انفصال مناطق أخرى، مما سيؤدي إلى صراعات لا تنتهي، فوحدة العراق مع ضمان حقوق أبنائه وهو صمام أمان للجميع. سالم الساعدي، لا أعتقد المرجعية ستشجع على هذا الأمر لأنه ليس بالوقت المناسب لطرحه، وكذلك مضر بمصالح العراق كدولة واحدة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للدستور. أستاذ مصطفى، المواطن في الإقليم والعراق ككل يتمنى أن تكون لهذه الزيارة نتائج مثمرة، فكل الذي يحصل هو مكسب للكتل السياسية وخسارة للمواطن البسيط. شبت الديوانية أفق للتغيير الإيجابي، هو عنوان ورشة عمل لتمكين المرأة من إدارة فنون الحوار وإبراز حضورها الفاعل والإيجابي والحقيقي على صفحات التواصل الاجتماعي. الورشة أقامتها منظمة شؤون المرأة في الديوانية. التفاصيل مع ميثم الشباني. تحت شعار شابات الديوانية أفق للتغيير الإيجابي، تسعى منظمة شؤون المرأة في الديوانية إلى تمكين المرأة من خلال إقامة ورشة عمل لتمكين الفتيات على إدارة فنون الحوار والتواصل الاجتماعي المباشر وعن طريق السوشيال ميديا. هذه الورشة تغطي مهارات التواصل لدى الشابات. استهدفنا هذا الموضوع بالذات لسبب، لأنه بعد هذه الورشة راح ينطلقون للمجتمع وراح يكونون على شكل مجاميع يغطون جلسات حوارية مع المجتمع والحكومة، وهم الحلقة الوسط اللي راح تربط بيناتهم. لذلك بهذه الورشة التدريبية اللي لمدة يومين حصلوا على تدريبات كيفية مهارات التواصل الاجتماعي. وتتلقى الفتيات في هذه الورشة محاضرات علمية من مختصين حول تطوير القدرات الثقافية والإبداعية التي تعزز مهارات الحوار والتواصل مع الآخر، في محاولة لتطوير قدرات المرأة في مجال الحقوق والدفاع عن وجودها. تناولنا أهم موضوع، هو قبل البلوغ إلى التواصل هو لابد أنه معرفة القراءة وتطويرها وتنميتها خاصة عند الشابات، باعتبار أنه المرأة هي مدرسة الأجيال، فلابد أن تكون قراءتها تتنامى من القراءة الحرفية إلى القراءة التحليلية ثم إلى القراءة النقدية ثم إلى القراءة الإبداعية. وإذا وصلت إلى مرحلة القراءة الإبداعية تمكنت في هذه الحالة من نقل رسالة تواصل إلى المجتمعات الأخرى. وفي ظل ثورة التطورات الهائلة التي يشهدها العالم، فإن السوشيال ميديا بات طريقة التواصل الأكثر رواجاً بين شعوب العالم. وفي العراق فإن المرأة تستطيع توظيف مواقع التواصل للتعبير عن رأيها بحرية مطلقة وكسر الحواجز والقيود التي يفرضها المجتمع. تقول الفتيات المتدربات أن ورشة العمل كانت مثمرة بالمعلومات والقواعد العلمية المشجعة للمرأة. المرأة تحتاج إلى مثل هذه المهارات باعتبار دائما هي مهمشة في المجتمع،
ودائما للرجل النصيب الاكبر. وما التواصل الاجتماعي ما نقدر نتواصل ويا الناس، طبعا الى فنون الى سلبيات وايجابيات، وشلون تختار الوقت المناسب والشخص المناسب انه شلون تتواصل وياه. هذه الدورات تهدف الى تمكين المراه في مجال اداره فنون الحوار والتواصل الاجتماعي مع الاخر المختلف ثقافيا، في محاوله لكسر القيود السائده. من الديوانيه ميثم الشباني، الحره.